الحل يكمن بالآتي: إنشاء من 6 إلى 10 معسكرات في الصحاري بإشراف الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف. وهذه المعسكرات يجب ليس تقدم فقط الطعام والشراب، لا أبدا، يجب أن الاستفادة من تجارب الدول وخصوصا المملكة العربية السعودية بمركز محمد بن نايف لإعادة تأهيل هؤلاء أشخاص وعوائل، ومن ثم حتى يكونون أشخاص أسوياء، ومن ثم إعادتهم إلى مجتمعهم. بقائهم كهذه الحائلة، كوجودهم بأعداد كبيرة جدا بدون أي عمل فكري أو جهدي ضدهم، هؤلاء عندما يكبرون سيكونون قنابل موقوتة، ليس فقط في العراق، وهنا أحذر حتى أوروبا. المقاتلين الأجانب هؤلاء إذا عادوا إلى بلدانهم سيكونون للمستقبل القادم الأيام قنابل موقوتة. وعليه هذه المعسكرات يجب أن تكون بعيدة عن المدن في مناطق صحراوية. ولكن السفير تالر زيدعي تحدث إلى وجود يا سيدتي أحدى معسكرات النزوح، كان الأطفال من عمر 7 إلى 13 سنة يلعبون فريقين لكرة القدم، فريق يمثل الدواعش وفريق يمثل الشرطة، ودائما من ينتصر هم فريق الدواعش الذين يجوبون المعسكر بالهتافات والفرح والسرور لأنهم انتصروا على الشرطة. هذه لا يمكن القضاء عليها اعتباطا بأن جلبهم ووضعهم في مناطق سكنهم القديمة، لا أبدا، يجب أن يوضعون في معسكرات بعيدة عن الناس بإشراف الحكومة العراقية، منظمة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة واليونيسيف، وتكون فيها مدارس حتى نصل إلى مراحل نأخذ هؤلاء الصغار بسفرات حتى يرون المجتمع كيف المجتمع ليس هو قتل وظلم، واضح، ويبتعدون عن فكر هذا التنظيم الإرهابي المجرم.